استعرضت الإماراتيات الأوائل في مهنهن التحديات التي واجهنها، وذلك خلال ملتقى إماراتيات يتخطين الحواجز بتنظيم من طالبات الإعلام والاتصال المؤسساتي في كليات التقنية العليا في إمارة دبي. يهدف هذا الملتقى والذي يقام برعاية سوق الحرة في دبي ودعم من شرطة دبي إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في خدمة المجتمع بالرغم من التحديات التي تواجهها في الحياة العملية كونها أنثى عاملة وناشئة في ثقافة محافظة، والمساعدة في نشر الوعي حول أهمية التغلب على تحديات الحياة وتشجيع مبدأ أن المرأة الإماراتية قادرة دائما على المساهمة في رفعة هذا الوطن من خلال أي مهنة تعمل بها. واحتفالا بإنجازات المرأة الإماراتية الأولى في مجال عملها، تم توزيع كتاب إماراتيات يتخطين الحواجز، وهو الكتاب الأول من نوعه، يقدم نبذة عن 37 رائدة إماراتية في مهن مختلفة تمتهنها المرأة الإماراتية لأول مرة، وهو من إعداد طالبات السنة الرابعة بقسم الإعلام والاتصال المؤسساتي في الكلية والقائمات على تنظيم هذه الفعالية.